السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أجمل باشمهندسين؟ هنرسم النهارده الرسمة دي مع بعض واحدة واحدة بخطوات العمل، كأنك قاعد في السكشن بالظبط، بس الغرض صنع الحيط أكبر كتير. لو أنت مهتم إنك تكون جامد في الرسم مهندس وطالب جامعي ناجح وتاخد منه نصايح ومعلومات كنت تتمنى حد يقولها لك قبل ما تدخل الجامعة، كانت هتفرق معايا 180 درجة. فلو أنت مهتم بالمحتوى ده اشتراكك يسعدني. اتفقنا ان اي رسمة ممثلات في الدنيا نبدأ فيها او اي رسمة عامة انك تعمل المحاور، اللي هي المحور ده، محور الهورزونتال ده او الفيرتيكال ده. المحاور دي بتجيب لك مراكز الدوائر، وبالتالي بتعمل الدوائر بتاعتك وتقدر ترسم الرسمة بتاعتك بسهولة زي عواميد البيت بالظبط. بترفع العواميد وبالتالي بعدها ترفع البيت بتاعك زي الاساس كده. طيب تعالى نعمل المحور ده كده، المحور اللي في النص ده كده، المحور ده وليكن هنعمله هنا كده في المنطقة دي كده. خطوات العمل والمحاور والكلام ده تتعمله بخط خفيف، انا بتقل بس عشان يبان في الكاميرا كويس يعني، واضمن ان انت تكون شايف اهم حاجه عندي. بعد كده تعمل المحور الفيرتيكال ده هنا كده في المنطقه دي كده. طيب الرسمه دي عباره عن ايه؟ الشكل ده والشكل ده والشكل ده والشكل ده، او الدائرتين دولت والدائرتين دولت والدوائر دي، ومعمولين متوصلين ببعض بعمليات مماس او بكيرفات، تمام؟ فاحنا نعمل الحاجات الاساسيه دي، هي دي، وبعد كده نرجع نعمل ايه؟ عمليات المماس دي كده. طيب تعال نبتدي مثلا بالشكل ده كده. الشكل ده عندك هو جاي لك انت، المحور ده كده على بعد 40 درجه من المحور الهورزونتال ده كده، يبقى انا عايز اطلع بمحور 40 كده. طيب انت معاك مثلث 40، معاكش 40، لكن انت معاك 45، تمام؟ انت معاك 45، يعني انت تقدر كده. هقول لك على حاجات ان انا كنت بعملها كاحمد كانت بتفرق معايا. يعني انت دلوقتي مثلا معاك شي منقله ومعاك مثلث 40، المنقله موجوده اهي، انا ممكن اعملها بالمنقله على طول زي 40 وراح دماغك، انا مش عايزك تريح دماغك. انت بتهزر يا ابني، هي زريبه يا حبيبي، هي زريبه دي، انت متخلف يا ابني. انا عايز اعلمك، بص انت بتقوم جاي مثبت المنقله من 40 بتاعك 45 درجه، دي 45 درجه اهي. فانا بروح جاي عامل محور كده او عجمه كده خفيفه، وبالفن كده والتقدير انزلك مثلا انزلك اللهم صل على النبي 10 درجات كده، بالفن كده اهو، بالفن كده انزل 10 درجات مثلا كده، انزل بعمل المحور بتاعك الرئيسي 5 درجات خلاص. بالتالي انت عملت ايه؟ انت فنان، انت ال 45 بتاعك قمت انت جاي نازل 40 درجه بالفن كده، خمس درجات كده بالفن وبالتقدير بتاعك ده، انا عايزك توصله. يعني انت معاك مثلث زوايا محدوده تصرف بيها، اتعامل، تمام؟ بعد كده عندك المحور ده كده، المحور ده جه قال لك هتعمله بنصف قطر 70، يبقى انا اجي افتح البرج بتاعي 70 كده بكل هدوء، الدنيا جميله يعني. رسم الهندسة ده اصلا متعه، وتروح جاي راكز هنا كده في السنتر لاين ده وعامل المحور بتاعك ده. ما تفتحهاش على البحر يعني، ما تقعدش تروح هنا وتروح هنا بالمحور، انت ما انتش محتاج انك تشتغل في المنطقه دي، ما تكبرش المحور بتاعك بقى عشان الرسمه بتاعتك تبقى سيمبل كده. طيب بعد كده عندك عايز هنا جه قال لك ان ديت نصف قطر دايره، دي كانت دايره كامله كده، الدايره دي كان نصف قطرها 11، فانا اروح جايب الدايره بتاعتك 11، او تفتح المثلث بتاعك، تفتح اللهم صل على النبي البرجر بتاعك تفتحه 11 وتعملها بيه، او تجيب دي. خلينا نفتح البرجر بتاعنا، مش هشتغل البتاع على قد ما اقدر يعني. تروح جاي راكز هنا كده وعامل دايره، نص دايره كده، كان مجاش انت دايره كامله بقى، انت عايز نص دايره بس، وفوق وتحت وهنا كده. بعد كده تعمل دايره اكبر شويه، نصف قطرها 22، هو بيقول لك اهو الدايره الاكبر دي نصف قطرها 22، افتح 22 تمام، وتقدر انت كده بكل سهوله تفتح برجلك كده ويتقفلهم بالشكل ده كده.
كده احنا خلصنا اول جزئيه في الرسمه بتاعتنا. بعد كده انت عندك هنا في دايرتين في النص اهوت، واحده قال لك محددك ساعه ما هيت وبيقول لك فاي 28، يعني كنت غايه كامل 28. فانا هفتح نصف قطر هقسم دوت على 2 يدوك 14، يبقى 28 على 2 فاي 14. يبقى انا هفتح 14 تمام، وتفتح تاني فوقيها الاكبر منها شويه اللي هو 44، القطر بتاعها كام؟ 44. يبقى انا هفتح 2 ايه 22، 40 هفتح 22، الدايره الاكبر منها يعني قطرها كام؟ 44. انا فتحت نص قطر 22، وبالتالي عملت ايه الدايرتين بتوعك دول. بعد كده هنعمل الشكل هنا، ده هو عباره عن ايه؟ جه قال لك اول دايره عندك هي الصغيره، قال لك ان هي نص قطرها 11. يبقى انا هفتح 11 تمام. لكن انا محتاج احدد المراكز دي، المراكز دي السنتر لاين ده هو جاي لك على بعد من هنا كده لحد هنا على بعد 53 بعد كده تبعد 15 تمام. بعد كده جه قال لك هتعمل اول دايره نصف قطرها 11، فتحت ال 11 بتوع الجماد، رحت جاي اعمل ايه نص دايره كده نفس الكلام بالجهه التانيه من هنا كده يعمل ايه نصف قطر. بعد ما عملنا الدايرتين دول وصلهم ببعض عادي جدا. على ما اعتقد ناس كتير بتسجل الرسمه دي وبتقول ان ده بيضاوي، ده مش بيضاوي يا جماعه، بيضاوي بيبقى شكله مختلف عن كده، وانت هتعرفه الفتره الجايه ان شاء الله ما تستعجلش تمام. ده مش بيضاوي، ده عباره عن نص دايره ونص دايره متوصلين ببعض ايه بخطوط، يديك شكل بيضاوي لكن في الحقيقه مش بيضاوي حقيقي. بيضاوي ما بيكونش فيه مستطيل كده، بيبقى جاي بيضاوي كده كده، بيبقى يعني نص دايره من نص دايره، بس الحته دي ما تبقاش مسكت، تبقى كده بيضاوي كده تمام. بعد كده عندك الدايره نص دايره الاكبر نص قطرها 22. يركز هنا كده ويعملها بالشكل ده كده، نصف دايره نصف قطرها دايره وتروح جاي ايه موصلهم ببعض كده. بالتالي كده احنا عملنا اهم ثلاث اشكال اساسيه في الرسمه. تعالى بقى نعمل الكيرفات من تحت، نقفل من هنا كده. انت عندك دي عباره عن ربع دايره كده، يعني دي كانت دايره كامله كده، قص منها كل ده وسيب الحته دي. قال لك نص القطر بتاعها 39، يبقى انا هفتح 39 هنا كده 39 واروح جاي عامل ايه زي ما تقول ايه يعني ربع دايره كده، حتى زي ما قلت لك ما تزودش يعني عشان ما تمسحش كتير، بس كده. انا محتاج اعمل الحته دي من الدايره وما كملتش بقيه الدايره عشان اعمل مماس داخلي هنا. المماس الداخلي ده قال ان هو 16، ده مماس داخلي عشان باص للداخل زي ما احنا اتفقنا. المماس الداخلي ده بين دايرتين، ابتدى من الدايره دي وانتهى عند الدايره دي. طب الدايره اللي انتهى عندها قد ايه؟ 22. والدايره اللي ابتدى منها قد ايه؟ نصف قطرها 39. يبقى هجمع عشان داخلي، وانا قلت ليه في عمليات المماس تجمع ولازم تسمعه ضروري. طيب بعد كده هتجمع مع نصف قطر المماس اللي هو 16 يبقى يديك 38، يبقى كده يديك 38. وهنا 15 و40 يبقى 55. هفتح 38 وهجي اركز هنا في الدايره دي كده، في مركز الدايره الاولى دي كده، تعمل ايه قوس، تروح جاي فاتح 55 دي، هجي اركز في الدايره الكبيره دي وعامل واخد علامة. اهم حاجة كده حددت لي العلامة، هبدا منها ارتكز هنا واعمل الكيرف، لكن انا عايز اشوف الكيرف هيبتدي من هنا، فتروح جاي موصله بالسنتر كده واخد علامة هنا كده، نفس الكلام توصل بالسنتر هنا كده وتاخد علامة هنا كده، كده انا عرفت البداية والنهاية. اروح جاي قافل كده وعامل المميز بتاعي، بس اول حاجة بس كده من اخر اخوه هنا ظبط اهي تمام، او ممكن تلمس هنا بس هنا ظبط اهي، ظبط خلاص اهي هنا تصدق ظابطه ما جاتش. انا عايز بس يعني ما تكونش ظابطه عشان اوريك حركه انا كنت بعملها يعني عشان امشي حاجه كده وما عادش عيب يعني. تمسح ازاي الديكوب ده؟
دي بس انا عدت مرتين فانت هتظبط ان شاء الله. بعد كده عندك يوصل النقطة دي بالدايرة دي. طب هل هذا توصيل ام خطوات وكده؟ بص، هي دي دايرة ودي دايرة، فدي مماس خط بين دايرتين، ما نقدرش نقول غير كده. فمش هينفع تتوصل بالمسطرة، ليها خطوات عمل عشان ما تاخدش ايه، ما تنقص، اهم حاجة خطوات العمل. فانا قلت لك عشان بين دايرة ده مركز دايرة اولى هبتدي منها مماس، ومركز دايرة تانية هبتدي عندها مماس، توصلهم ببعض المركزين اللي هما دوت كده. انا عايز اجيب النص بين الدايرتين دوت بالظبط، يتقيس بالمسطرة، يتعمل حركة البرجر الشهير. انا اقيس بالمسطرة مثلا كده هيدوك مثلا حوالي ايه 70، تمام. تقوم جاي النص هنا 35 بالفن كده، خلاص ده كأحمد. انا كنت بعمل كده واقوم جاي ركز هنا وعامل دايرة تمس ايه المركزي، خلاص عملت دايرة تمس المركزي. وماذا بقى؟ تقوم جاي جايب الدايرة الكبيرة اللي انا بادئ منها المماس دي، تجيب نصف قطرها. نصف قطرها كام؟ نصف قطر الدايرة الكبيرة دي عندك 39، هتروحوا من نصف قطر الدايرة اللي المماس منها عندها هو 22. فبالتالي لما اطرح انا ان 39 ناقص 22 تديك 17، فادتني 17 رقم جديد. اقوم جاي واخد ال 17 الجميلة دي فتحها، فتحت 17 ورحت جاي رايح عامل دايرة صغيرة، تمام، في وسط الدايرة الكبيرة اللي إن أنا إيه؟ في وسط الدايرة الكبيرة اللي إن أنا بادئ منها المماس، الدايرة الكبيرة دي تقاطعت مع الدايرة اللي إن أنا لسه عاملها، بالدايرة الصغيرة اللي لسه عاملها ده أهي، تقاطعت مع الدايرة اللي إن أنا كنت عاملها في نقطة هنا كده. فتروح جاي زي البرنس كده موصل النقطة دي وطلع بيها بره كده. فبالتالي ده المكان المفروض لو الدايرة دي كاملة كده، تعالى نكمل بس الدايرة ده عشان أفهمك وجهة نظري. بالتالي دي كانت الدايرة بتاعتك كاملة اهي. بالتالي انا عرفت ان انا هبتدي الخط بتاعي من هنا كده، من النقطه دي كده. طب عايز اعرف هينتهي فين هنا؟ تروح جاي انت ماشي بخط موازي جي كده، وهنا كان مركز كده. طب انا امشي خط الموازي ده ازاي؟ تجيب اي مسطره او مثلث تحطه كده، وتحط المثلث بتاعك 45 على الخط كده، وتمشي تمشي 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 لحد ما توصل للسنتر كده، نقطه السنتر كده. بالتالي انت كده تقوم جاي طالع من هنا بخط كده، بالتالي دي نقطه البدايه ودي نقطه النهايه، تقوم جاي موصل الخط بتاعك. خطوات العمل ديت والمره المليون بخط خفيف، انا بتابع عشان تشوف في الكاميرا، وبكده انت تاخد درجتك كويسه. طيب ممتاز. بعد كده هنعمل الدايره الكبيره اللي فوق هنا دي كده، ديت المحور بتاعها الرأسي على بعد 19 من المحور ده كده، بعد كده عندك في محور تاني اهوت، المحور ده على بعد كام؟ اكيد بعد فين 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 مش موجودة. ثواني بقى ما افتح اشوف من الجنب. تمام، البعد كان ناقص من الطبع، هو طالع من هنا كده ومديك هنا البعد كده، بيقول لك ان هو كان 48. فبالتالي انا كده عرفت البعد، اطلع من هنا كده 48 واخد نقطة، وبكده ده هيكون المحور بتاعي. اقدر هنا اعمل الدايرتين دولت، او اصغر دايرة بيقول لك ان محدك سايب من هنا لهنا كده 18، يبقى 18 في قطر كامل، يبقى انا هفتح 9. تمام، او ممكن تعملها بالشغلانه الدايره ده على طول، 18 الجميله بتاعتك. بعد كده دايره اكبر شويه، قال لك ان هو دايره قطرها يكون 40، يبقى انا هفتح 20 نصف قطر. هجي اركز هنا كده واعملها دايرتين بتاعك كده المزيز تعملهم. بعد كده احنا هنعمل خطوات مماس. عمليات مماس عندك هنا كيرف اهوت، ده مماس داخلي باسك الداخل، سميناه مماس داخلي عشان هو باسك الداخل اهوت، وانا شرحت الكلام ده كويس في عمليات المماس، لازم تسمع الفيديو ده. طيب بعد كده هو جاء انك مماس داخلي بدأ من الدايره دي ونهى عند ونهى هنا عند المفروض اقول لك هنا عند الدايره دي، يعني مش خط كده، نهى كده. طيب ما دام كده مماس بين دايرتين، فانا هجيب الدايره الاولى دي اللي هو نصف اللي هو نصف قطرها كان قال لك كلها على بعضها 40 القطر كامل، يبقى انا هجيب نصف القطر بتاعها 20. بعد كده الدايره دي قال لك ان نصف قطرها 22 اهوت، الدايره دي يبقى 22 جبتها، هجمع عشان هو داخلي وانا قلت لها هنجمع نصف قطر المماس 30، بالتالي هنا هتديك 50 وهنا هتديك 52. اخد الرقمين الجمال افتح بيهم البرجر بتاعي، هركز في الدايره نص قطرها 20 دي،
يلا يا نجم ما تزعلناش، في فانز بيتفرجوا علينا. تمام، بعد كده 52، هفتح 52 بعد كده. انا عايز اشوف نقطة البداية هنا، فهتوصلها بالسنتر، هتجيب نقطة البداية. يا سلام على الـ على الـ السنتر لاين هنا كده، خلاص هنا كده. بعد كده برضه هتوصل هنا النقطة من النقطة كده، ايه هنا برضه. موضوع بص لذيذ والله يا جماعة، يعني في فيديو ازاي تحب الرسم الهندسي و30 نصيحة، حاول تتفرج على الفيديوهات دي، فيديوهات مهمة جدا. يعني انا كنت اتمنى حد يقول الكلام ده زمان والله، عانيت لحد ما وصلت، عشان كده مش عايز حد يعاني زيي. جميل، بعد كده عملنا في ممس هنا تاني داخله اهو، بين الدايره دي والدايره دي. طب الدايره دي نفس قطرها كام؟ 20. بعد كده الدايره دي فرح وبتاع زي الغيط اهو. طب عندكم يا رب، وعقبال يا رب، عايزينكم الله يكرمكم. سلام انت حلال بس. هو بلا صياح ارجوكم، بلا صياح. الوضع ريلاكس خلاص، ادري اني ساحب، الوضع ريلاكس ريلاكس، خلي الوضع ريلاكس خلاص. عندك بعد كده الدايره دي الاكبر ديت نصف قطرها 22 اهو، فاجيبها برضو هنا هنا 22، واروح جاي هجمع عشان ده بس داخلي، وانا قلت اجيب نجمه، الكلام بيتكرر كتير خدوا بالكم. بعد كده نصف قطرها بس هنا 20 اهو، 40. أول رقم 40، تاني رقم هيبقى 42، بالتالي أنا معايا 40 و42 هتفتحهم. أربعين جت من الدايرة من نفس قطرها 20 هنا، فاعمل جه في قوس كده. بعد كده هفتح 42 علامتك تاني كده. انا عايز اجيب نقطة بداية ونهاية للمماس، كده جبت نقطة بداية ونهاية كده. احنا تقريبا خلصنا رسمة، اتمنى اكون قدرت افيدكم، واي حد استفاد ما ينساش دعم الكومنت، وجاي جميل منك. ولو عندك اي رسمة، اي موضوع، اي نصيحة، كلمني وانا اخوك الكبير. تمام، وفي جروب رسم تحت برفع عليه شوية نصايح ورسومات ونصايح ومعلومات وكده، شغل جامد يعني، انضم فيه على الجروب برضه في فيسبوك برضه ان شاء الله يعني. بس تاني انا كده عملت الكيرف وكده خلصنا الرسمة، اشوفكم ان شاء الله في رسمة تانية.